بعد يوسف عليه السلام وقبل نبوءة موسى ابن عمران، هناك فترة زمنية مقدارها 200 سنة حدث فيها أحداث كبار، أهمها هو عودة الفراعنة إلى الحكم، الفراعنة الملحدين، وطردوا الملوك الهكسوس الموحدين الذين كانوا على دين يوسف عليه السلام، فقتلوا الهكسوس وقتلوا أيضا من بني إسرائيل، قتلوا الرجال وتركوا النساء. ثم يمر الزمن ويتولى الملك فرعون قاسي اسمه فرعون موسى، الذي له أحداث وقصته المشهورة مع موسى عليه السلام. ذلك الفرعون رأى رؤيا مفادها أن ملكه سوف يزول على يد أحد أبناء بني إسرائيل، فلم يكتفي بالقتل وإنما عمد إلى الذبح، وهو القطع للحنجرة والأوداج بأداة حادة ليتأكد من القتل، فكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم بعد أن كان يقتلهم بالإلقاء من علو، بالشنق، بالإغراق، بالحريق، بطرق أخرى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. And recall when we saved your forefathers from the people of Pharaoh, who afflicted you with the worst torment, slaughtering your newborn sons and keeping your females alive. And in that was a great trial from your Lord. ثم إن علية القوم والملأ من قوم فرعون ذهبوا إلى فرعون قائلين ناصحين بأنك إذا استمر الحال هكذا فلم يبقى في البلد أطباء ومهندسين وعمال بناء وصاغة وحدادين ونجارين، وهذه الأمور يجيدها بنو إسرائيل. فاستقر الرأي أخيرا على أن يقتل سنة أو يذبح سنة وسنة يسمح ببقاء المواليد، على أن يكون هناك مراقبة لصيقة للمواليد الذين تركوا وتكتب أسماءهم ويتم مراقبتهم مراقبة لصيقة. يكابد زوجة عمران من بني إسرائيل. عمران هو ابن قاهت ابن لاوي، لاوي هو أخ ليوسف عليه السلام، فيوسف هو أخ لجد موسى عليه السلام. يكابد رزقت بمريم فسمح لها بإبقائها، ثم رزقت بهارون في السنة المسموح بها، و في السنة التي تليها حملت بموسى ولكنها أخفت حملها ولم يشعر به أحد، كانت تضعه في صندوق تابوت وتضعه في النهر وتربطه بخيط إلى الشباك، فإذا جاءت اللجان لا يجدونه في المنزل، فإذا ذهبت اللجان سحبت التابوت مرة أخرى. ولو أنها أوحي إليها بطريقة أو بأخرى، ربما بالإلهام، بأن هذا هو الولد المقصود وأنه سوف يلقون القبض عليه، ولكن بما أنه هو المقصود فسوف يعود وسوف يكون نبيا وسوف ينتصر بني إسرائيل على يده، ولكن لما علموا بالخطة وفاجأوها بالتفتيش، نسيت ذات يوم أن تربط الخيط، فذهب بالتيار، ذهب به التيار، تيار نهر النيل، لأنها أم أصبح فؤادها خاليا من كل شيء إلا من ذكر ذلك الولد، حتى أنها كادت أن تخبر الناس به. طلبت من بنتها مريم أن تنتبه و
تلاحظ وتراقب إلى أين سوف يذهب الصندوق. فأخذه التيار إلى الجهة الأخرى من النهر وأدخله في بيت في قصر فرعون، أخذنه الجواري هناك. وجاءت آسيا امرأة فرعون لم تكن تنجب، أعجبها منظر موسى عليه السلام، ولو أنهم كانوا يعرفون أن هذا من أبناء بني إسرائيل لسحنته وشبهه والسبب الذي يجعل أم تضع طفلها الرضيع في صندوق، لا بد أن يكون له علاقة بقصة الذبح، خصوصا أنه كان في سنة الذبح. أخذته آسيا الموحدة، كانت على دين التوحيد، التي تزوجها فرعون بالرغم عن عدم رغبتها. موسى عليه السلام لم يكن بذلك الوسيم، كان أسمر أفطس الأنف، شعره كالشعر الأفريقي، ولكن بالرغم من ذلك ألقى الله عليه محبة، كل من رآه أحبه. رأته آسيا أحبته، طلبت له مراضع لأنه رفض أن يرضع، حرم الله عليه المراضع، كان يبكي. أخذته خارج القصر للإماء يبحثون عن مرضع. جاءت مريم وأخبرتهم أن أمها لدي، سبحان الله، يعني تثني على أمها بأن أمها تثني على أمها بأنها امرأة محبوبة للأطفال، لدى الأطفال، كل لم يرفض أحد من الرضعاء أن يلتقم ثديها. فقالوا احضريها، أحضرتها، مثلت الأم أنها لا تعرف هذا الطفل المولود، أخذته، أرضعته، التقم الثدي. اتفقت آسيا معها بأن ترضع لها ابنها دائما، ثم تحضره في أوقات من النهار إليها، لأنها تعتبر نفسها أم لموسى. كانت امرأة آسيا امرأة فرعون هي أم موسى في نظر الرعية، ولم يكن أحد يعلم أن الأم الحقيقية هي يوكابت. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. And we inspired to the mother of Moses, suckle him, but when you fear for him, cast him into the river, and do not fear and do not grieve. Indeed, we will return him to you, and will make him one of the messengers. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. And the family of Pharaoh picked him up out of the river so that he would become to them an enemy and a cause of grief. Indeed, Pharaoh and Haman and their soldiers were deliberate sinners. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. And the wife of Pharaoh said, he will be a comfort of the eye for me and for you. Do not kill him. Perhaps he may benefit us, or we may adopt him as a son. And they perceived not. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. And the heart of Moses' mother became empty of all else.
She was about to disclose the matter concerning him had we not bound fast her heart that she would be of the believers. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. And she said to his sister, follow him. So she watched him from a distance while they perceived not. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. And we had prevented from him all wet nurses before. So she said, shall I direct you to a household that will be responsible for him for you, while they are to him for his upbringing sincere? فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. So we restored him to his mother that she might be content and not grieve, and that she would know that the promise of Allah is true. But most of the people do not know. ذات يوم خرج موسى من القصر بعد أن أصبح شابا قويا مفتول العضلات، فرأى رجلا من المصريين يعذب رجلا من بني إسرائيل. استغاث به الإسرائيلي لأنه يعلم أن أمه من الرضاعة يكابد، فأراد موسى أن يفصل بين الاثنين، فاضطر إلى وكز ذلك المصري. لم يكن يقصد القتل، مات ذلك المصري. استغفر موسى ربه، وبعدها فترة عاد موسى في وقت الناس فيه في غفلة أو نيام، ليس هناك حركة في المدينة، فوجد نفس الإسرائيلي يتشاجر مع مصري آخر. فلما أراد أن ينصحه، طبعا استصرخه الإسرائيلي، استصرخه من بعد يا موسى. فلما جاء موسى أراد أن ينصح الإسرائيلي، قال خاف الإسرائيلي وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت المصري؟ فانفضح أمر موسى. وهنا كانت فرصة سانحة لفرعون ولملأ فرعون من إقناع آسيا بأن ابنها المدلل قاتل ويستحق القتل، وهناك شهود. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. And when he attained his full strength and was mentally mature, we bestowed upon him judgment and knowledge. And thus do we reward the doers of good. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. And he entered the city at a time of inattention by its people, and found therein two men fighting, one from his faction and one from among his enemy. And the one from his faction called for help to him against the one from his enemy. So Moses struck him and unintentionally killed him. Moses said, this is from the work of Satan. Indeed, he is a manifest, misleading enemy. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له
إنه هو الغفور الرحيم. He said, My Lord, indeed I have wronged myself, so forgive me. And he forgave him. Indeed, he is the forgiving, the merciful. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. He said, My Lord, for the favor you bestowed upon me, I will never be an assistant to the criminals. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. And he became inside the city fearful and anticipating exposure. When suddenly the one who sought his help the previous day cried out to him once again. Moses said to him, Indeed, you are an evident, persistent deviator. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. And when he wanted to strike the one who was an enemy to both of them, he said, O Moses, do you intend to kill me as you killed someone yesterday? You only want to be a tyrant in the land and do not want to be of the amenders. جاء رجل من أقصى المدينة إلى موسى فنصحه بالهروب ربما أرسلته آسيا هرب لا يعلم إلى أين أخذته الأقدار ومشيئة الله سبحانه وتعالى إلى شمال الجزيرة العربية إلى منطقة مدين كما هو معروف في القرآن الكريم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من And a man came from the farthest end of the city, running. He said, O Moses, indeed the eminent ones are conferring over you, intending to kill you, so leave the city. Indeed, I am to you of the sincere advisers. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. So he left it, fearful and anticipating apprehension. He said, My Lord, save me from the wrongdoing people. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. And when he directed himself toward Madian, he said, Perhaps my Lord will guide me to the sound way. هناك القصة تقول أنه رأى امرأتان تذودان الغنم أي تمنعانها من أن تذهب إلى منطقة السقيا لأن ليس لا يوجد هناك ماء ولا يريدنا أن يذهبنا إلى هناك لأن هناك رعاة رجال سوف يأتون فيريدون أن ينتهي الرجال أولا من السقيا ثم يسقين. موسى فطن لأمرهما سألهما فقال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قام موسى بإبعاد الصخرة من على فم البئر ودلا لهما وسقى لهما وعاد مبكرا إلى أبيهما سألهما أبيهما الأحمر لماذا عدتما مبكرا فأخبراه الخبر أراد أن يتأكد فأرسل إحدى ابنتيه إلى موسى ليجزيه أجر ما سقى
فلما جاء موسى إلى ذلك الرجل وأخبره بخبره قال أنت الآن في مدين، ومدين هي خارج مملكة فرعون، فاطمئن لا يوجد عليك خوف. ثم إن ابنته عرضت عليه عرضا بأن يستأجره لأن يرعى الغنم، فالأب قال طلب منه أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل أن يرعى له الغنم 8 سنين، وإن أتمم 10 فذلك مما يتمنى. أتممها موسى 10 سنوات. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. And when he directed himself toward Madian, he said, Perhaps my Lord will guide me to the sound way. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. And when he came to the well of Madian, he found there a crowd of people watering their flocks. And he found aside from them 2 women driving back their flocks. He said, What is your circumstance? They said, We do not water until the shepherds dispatch their flocks, and our father is an old man. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. So he watered their flocks for them. Then he went back to the shade and said, My Lord, indeed I am, for whatever good you would send down to me, in need. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Then one of the 2 women came to him walking with shyness. She said, Indeed, my father invites you that he may reward you for having watered for us. So when he came to him and related to him the story, he said, Fear not, you have escaped from the wrongdoing people. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. One of the women said, O my father, hire him. Indeed, the best one you can hire is the strong and the trustworthy. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. He said, Indeed, I wish to wed you one of these, my 2 daughters, on the condition that you serve me for 8 years. But if you complete 10, it will be as a favor from you. And I do not wish to put you in difficulty. You will find me, if Allah wills, from among the righteous. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
Moses said, "That is established between me and you. Whichever of the two terms I complete, there is no injustice to me. And Allah, over what we say, is witness." موسى عليه السلام لبث في سن في مدين 10 سنين رزق فيها بأولاد فأراد العودة إلى مصر. هل لأن هناك نظام في حكومة الفرعون في ذلك الزمان أن من كان عليه قضية قتل أو ما شابهها ثم لم يعثر عليه بأنها تلغى ويقفل الملف كما يقولون، أم أن آسيا امرأة فرعون دفعت الدية لأهل المقتول ووصل ذلك الخبر إلى موسى بطريقة أو بأخرى؟ الله أعلم، نحن لا نعلم من ذلك شيئا، إلا أن هناك شيء دل موسى على أن القضية أغلقت مما شجعه على العودة. فعاد بزوجته وأولاده ومرورا بسيناء. كان الوقت شتاء، السماء ملبدة بالغيوم، وفي ليلة مظلمة لم يرى النجوم، وليس فيها وسيلة لمعرفة الاتجاهات. فرأى نارا، فكان يظن أنهم أناس من البدو أراد أن يسألهم عن الطريق، أو على الأقل أن يحضر من عندهم شيئا من النار لأهله ليصطلوا بها ويدفوا في ذلك الإيش في ذلك الليل المظلم البارد. فوجئ عند النار بأنها نار غير عادية، نار في شجرة خضراء. كلما ازدادت اشتعالا ازدادت الشجرة اخضرارا. أمر مو غريب، ملفت للنظر. وعند هذا المشهد ناداه الله، ناداه بصوت، فسمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلمه تكليما، فقال له: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأخبره بأنه الله سبحانه وتعالى. وما تلك بيدك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فلما ألقاها موسى تحولت إلى حية، إلى ثعبان يتلوى كأنه جان ويتراقص، ليس ثعبان حتى عادي، كأنه جان. فخاف موسى، وهو أهل لئلا يخاف، ولكن الموقف كان أشد إخافة مما كان يتحمل أقوى الناس. فناداه الله مرة أخرى: إني لا يخاف لدي المرسلون. فأمسكها موسى مرة أخرى فعادت العصا كما كانت على هيئتها، وأمره أن يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فتكون مضيئة منيرة بيضاء، ثم يعيدها مرة أخرى في جيبه فتخرج، فإذا بها عادت إلى هيئتها الأولى. قال: هاتان آيتان، اذهب بهما إلى فرعون. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. And when Moses had completed the term and was traveling with his family, he perceived from the direction of the mount a fire. He said to his family, "Stay here. Indeed, I have perceived a fire. Perhaps I will bring you from there some information or burning wood from the fire that you may warm yourselves." فلما
فأتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. But when he came to it, he was called from the right side of the valley in a blessed spot, from the tree, O Moses, indeed I am Allah, Lord of the worlds. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. And he was told, throw down your staff. But when he saw it writhing as if it was a snake, he turned in flight and did not return. Allah said, O Moses, approach and fear not. Indeed, you are of the secure. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Insert your hand into the opening of your garment. It will come out white, without disease. And draw in your arm close to you as prevention from fear. For those are two proofs from your Lord to Pharaoh and his establishment. Indeed, they have been a people defiantly disobedient.